اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بيت للكل. ما زالت الاجواء الرمضانيه حاضره ومستمره. موضوع حلقتنا لليوم عن العمل التلفزيوني والدرامي. كلنا بنعرف بانه الجمهور العربي عنده شغف عالي وينتظر ماراثون رمضان الدرامي كل عام اللي بيحظى بمتابعه عاليه واهتمام بالغ. خليكم معنا في هذه الحلقه من بيت للكل، راجعين. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقاتنا المميزه والمختلفه في شهر رمضان المبارك. حلقتنا لليوم غير، لانها بتتحدث عن الدراما كمراه اراد صناعها تثبيتها امام المجتمعات والوجود البشري والنفوس البشريه، لنميز بين القبح والجمال، الخير والشر، وكل هذه المعاني الجميله، ولتعكس بحق أننا شخص واحد وإنسان واحد في كل محاولاتنا وطموحنا وما نعانيه وأمالنا، ولتؤكد أن الشعب العربي أيضاً وحدوي وواحد ومجتمعاته قريبة جداً من بعضها البعض. تمام يا ياسمين، الفن بشكل عام وبالذات الفن العربي كلنا محتاجينه، لأنه الفن هو القوة الناعمة، هي الرسالة اللي بنحتاجها، اللي بنعبر فيها عن حاجات كتير، عن مجتمعنا، عن مشاكلنا، عن تاريخنا، حتى عن حياتنا اليومية كلها. وفي رمضان عشنا حقيقي مع الفن العربي ومع كل القصص اللي بتقدم حياتنا كل يوم. بالتأكيد يا شافكي وجميع زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، كل الأعمال الدرامية خاصة الحدوتة اللي تخص مجتمع بالكامل تكون متشابهة، ويكون صدى هذا الإنجاز بعد مرور 17 حلقة من العمل الدرامي يقوم المشاهد والمتلقي باستنتاج من هي الأعمال الجيدة والممتازة. إذن اليوم رحلتنا مليئة بالأعمال الدرامية اللي راح تكون بين مصر والأردن وفلسطين والعراق. خلونا ناخذ فاصل، وبعد الفاصل تبدأ الرحلة الأولى من فلسطين.